بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 13، وهناخد فيها موضوع من المواضيع اللذيذة جدا في الإلستريتور، اللي ليها استخدامات كتيرة قوي واستخدامات جميلة جدا، وهتحل لنا مواقف كتيرة، يعني اضطرينا نعمل بيها حاجات بإيدينا كل شوية كل شوية، أنواع من التكرار وأنواع من التأثيرات المعينة اللي بتبقى صعبة جدا إنها تتحقق من غير الاستخدام الحاجة اللي أنا هقولها النهاردة، وهي أداة البلند. كلمة بلند يعني حاجة بت بت بتختلط على حاجة أو بت بت بتتدوب في حاجة. أداة البلند هي أداة من الأدوات المميزة جدا والقوية جدا في الاستخدام في الإليستريتور، وبتدينا نتائج فعلا أكثر من رائعة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على كل تطبيقاتها اللي ممكن يعني نشتغل فيها. اول حاجة، عشان انتوا لو هنا شايفين الشاشة معايا، هتلاقوا ان انا عندي على اليمين زي ما احنا شايفين هنا، انا عندي جريدينت ناحية اليمين مكون من 1 2 3 4 5 6 سبع الوان. الجريدينت دوت زي ما خدنا الجريدينت قبل كده، انا عندي نوعين من الجريدينت، يا اما جريدينت لينير يا اما جريدينت ريديال، ملوش حل تالت. يعني يا اما هو هيبقى خطوط كده يا اما هيبقى دوائر. يعني انا لو وقفت هنا دوست على في وعملت سيلكت وقلت له انا عايزه الجريدينت بتاعك يبقى راديال، هيبقى بالشكل ده، او هيبقى لينير بالشكل ده، او بالشكل اللي هو 90 درجة. لو دورناه 90 كتبنا 90 درجة هيبقى بالشكل ده. طيب انا لو بصينا بقى ناحيه الشمال، عندنا جريديان صحيح بس ويفي، يعني انا شايفه انه متموج، عندي نفس هي ذات الالوان بالظبط، نفس الالوان بس عندي التاثير متموج. اللي مرينا بيه لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه خالص تخلينا نقدر نوصل لتاثير الجريديانت الويفي ده المتموج. الجريدينت اللي خدناه هيديني يا اما خطوط مستقيمه ما بينها، يعني التاثير اللون بيدوب في اللون اللي بعده بخطوط مستقيمه، او بدوائر. انما التاثير ده ملوش حل غير ان احنا نستخدم حاجه اسمها البلند. خلونا بقى نبدا كده ونشوف البلند دوت قصته ايه وعباره عن ايه وبيتعمل ازاي وامكانياته ايه، لان حاجه بقى يعني هتعجبكم جدا ان شاء الله. يعني خلاص، اول حاجه انا عايزه اشوف اللايرز بتاعتي. هنا اللايرز بتاعتي، لو يعني خلونا نقفل كده عشان ايه تبقى الدنيا مقفوله شويه. اللايرز بتاعتي انا عندي هات لاير فيها الجريدينت العادي وجريدينت الويفي، اهم ادي الجريدينت العادي اللي هو ده، وادي الجريدينت الويفي. الجريدينت الويفي واضح جدا ان هو جروب، شايفه قدامه سهم صغير، معنى كده ان انا هفتح الاقي فيه حاجات جوه، يعني قصص جوه. اما افتح جوه هلاقي الاتي، سيبنا من الجزء ده لان دوت جزء ماسك هنتكلم فيه برضو. خلينا في الجزء ده المهم. الجزء دوت عباره عن مجموعه الوان، الالوان دي ما يعني معمولة بطريقة متموجة ازاي. خلونا بقى ايه ناخد دول كده، يعني انا عايزاهم هاخد دول بس من اول هنا واحطهم في، اخدهم كده اهو كلهم واعمل كنترول سي وبعدين كنترول ان عشان افتح فايل جديد واوكي. المقاسات دي شغاله؟ لا، ممكن نعمل الايه الارت بورد نعمله بالعرض احسن. اوكي واسكيب عشان خلاص كده، وبعدين هنعمل كنترول في. جالي هنا الشكل اللي احنا شايفينه ده، مجموعه من يعني حاجات مرسومه بالبين تول، زي ما انتم شايفين متموجه، الوان مختلفه متموجه. احنا ممكن ايه عشان باب التغيير احنا ممكن نغير
في الالوان دي. احنا طبعا شفنا المكان ده قبل كده، خلونا نروح نغير في الالوان دي. خلونا ناخد مثلا مجموعة الالوان دي، مثلا الوان ظريفة. اوكي خلاص، الالوان دي زي ما قلت لكم هي مجموعة من اللايرز. لو فتحنا هنا، خلونا نكبر بقى ونشوف اللايرز بتاعتنا بالبانل اوبشن، وناخد هنا نخليه مثلا قلنا غالبا بنخليه 70 وانتر علشان نشوف اللايرز كده واضحة وباينة قدامنا قوي. ادي اللايرز اللي تحت بعضها اهي، كل لاير بلون، وكل لاير ليها من تحت من فوق مستقيمه ومن تحت متموجه، واللاير اوفرلابنج كده ورا بعضها. احنا عايزين نعمل حاله دمج ما بين اللايرز دي، فعندنا الطريقتين. في طريقه منهم هي بالتول، وطريقه ب كوماند من المنيوز. التول يمكن دايما بتبقى، يعني دايما الحاجات اللي في التول بتبقى ايه مستخدمة اكتر عن المينيوز، الا في حتة البلند. البلند بيفضل ان انت تعمل الكوماند اصلا من المينيو، وبعدين لما تحب تعدل تعدل من التول، لان هقول لكم التول شغاله ازاي والكوماند اللي فوق اللي من المينيو شغال ازاي. واللي من المينيو بصراحه اسهل بكتير يعني. خلاص طيب، اول حاجه البلند تول هي دي اهي، دي البلند تول. بنعمل ايه لو احنا مثلا، انا هعمل لكم الاول على اتنين بس، لان البلند تول لو هتستخدمها تستخدمها على مراحل، انما لو هتستخدمها من المنيو هتعملها في مره واحده. فخلونا نتفرج كده ونشوف عشان تشوفوا بعينيكم ان لو عملتها من المنيو هتبقى اسهل لك كتير. احنا مثلا هنمسك هنسلكت ده اللي تحت خالص. اوكي خلونا احنا نعمل كنترول وسبيس علشان نزوم من هنا. خلونا كده نقفل بقى دي، ملهاش لازمه دلوقتي. وبعدين هناخد البلند تول وهنوقف بيها. هتشوفوا طبعا ان في الكيرسور اتغير لمربع وتحتيه زي ما يكون ظل كده، ده بيدل على ان احنا هنمزج او هنعمل جزء بيشف على اي حاجه وراه. هناخد الانكر بوينت دي، واول ما هقف على الانكر بوينت هلاقي المربع بدل ما كان لونه ابيض هيبقى لونه اسود وعليه علامه الزائد. هروح عامله عليه كليك خلاص اول ما ايه اشوف المنظر ده، وبعدين هروح رايحه فوق على الجزء اللي فوق واروح عامله كليك على الانكر بوينت بتاعت الطبقه الثانيه اللي انا عايزه اعمل معاها بلند، واروح عامله كليك على الاثنين. هلاقي ان اللون اللي فوق راح زي ما يكون كده ايه راح متسيح على اللون اللي تحت، فضل يشف يشف لغايه لما وصل للون اللي تحت، من الانكر بوينت دي للانكر بوينت دي. طب عايزه اعمل فوق، هروح بقى ايه سبيس بار وشده لتحت، هروح دايسه على الانكر بوينت بتاعت اللي فوق. ممكن اوصلها بصعوبه لانها ممكن تكون متقاطعه مع الخط اللي فوقيها، فهضطر ان انا اقرب كده واعمل زوم اهو واقرب قوي لغايه اما الاقيها، وهعمل كليك اهو، فالحقيقه برضو اتسيحت على اللون اللي تحته. هعمل بقى ايه كنترول ماينس عشان اشوف اللي انا عملته اهو، بدات تتسيح على اللون اللي تحته. هطلع فوق تاني، هروح رايح على اللي بعده، دي واضحه اهي هيتسيح على اللون. وبعدين بدا يحصل شويه تخريف بقى، يعني بدات تحصل تخريف، يعني محتاجه الموضوع دقه، وممكن وارد ان يتلخبط الشغل معايا وانا بشتغل. طيب وليه اوجع دماغي؟ طب ما في طريقه ان انا اعملهم كلهم في خطوه واحده. ان انا اعمل ايه؟ هو اولا هعمل كنترول زد، وبعدين كنترول زيرو علشان اشوفهم كلهم، وبعدين هروح عامله كليك على في علشان اجيب السليكشن تول، وهروح عامله سليكشن عليهم كلهم مره واحده. وبعدين هروح رايحه على الاوبجكت منيو وهنزل تحت لكلمه بلند بلند، وهروح مختاره ميك، والشورت كات بتاعها وهتستخدمه كتير جدا برضو اسهل لك، اللي هو الت وكنترول وبي، بي فور بلند، اتعملت في خطوه واحده.
بدل ما نفضل نعيد ونزيد في الخطوات مع البليند تول. هنعمل كليك فهنلاقي التموجات بتاعت البليند اهي، تموجات البليند قدامي اهي، ممكن اظبطها، ممكن اظبطها ان انا هقف بالوايت ارو وهبدأ اسحب النقط. يمكن هنا الدنيا هتبقى واضحة عن هناك شوية اهو. ابدأ اقف هنا كده مثلا وابدأ احرك كده، هيتحرك لي اقدر مثلا ان انا ادي مساحة اكتر للون، مثلا حاسة ان اللون ده كتير شوية مساحته ابدأ اقلله شوية فيدي مساحة للون اللي فوقيه اكتر. اللون ده مثلا ممكن اسحبه لتحت حبة او لفوق. انا كل دوت على فكرة جوه الماسك، يعني انا لو شلت الماسك هيبقى الدنيا باينة زي ما باينة هناك في الناحية التانية. ده بالنسبة لل الخطوة الاولى بتاعت البلند. طيب انا لو فتحت بقى وبصيت التفاصيل بتاعت الجروب بتاع البلند، هلاقي عندي اول حاجة زي ما شفنا هنا هوت مجموعة الاجزاء الملونة دي، وبعدين هلاقي فيه خط. الخط دوت عبارة عن ايه؟ الخط ده اتعمل لي عبارة عن الخط الواصل ما بين كل لون واللون التاني، هو بالظبط الخط اللي ماشي عليه التدرج اللوني من الالوان من البدايه لغايه النهايه. طيب الخط دوت له لازمه في حاجه؟ ده له لازمه في حاجات كتير. يعني مثلا انا لو الخط دوت غيرت فيه النقط بتاعته، هتلاقوا ان وانا بغير ان الموجه نفسها بتاعت او تاثير التدرج اللوني نفسه بتاعي بيتغير معايا. يعني شايفين كده اللون بيتغير بيتسحب يمين شمال حسب ما انا بشد اللون ده، عامل زي ما يكون كده ايه العمود الفقري للجريدينت ده، كل ما مايله في حته الجريدينت يتميل معايا. تمام؟ يعني شايفين كده بلاقي ان التأثيرات كلها بتتغير مع التغير ده. وسلام بقى لو ايه لو اديته مثلا اشتغلت بالكونفرت مثلا، دي كونفرت دي وبدأت ايه انعم الخط مثلا اهو، ولسه هنشوف استخدامات تانية لموضوع الخط والكونفرت دوت قدام لان احنا لسه هنتكلم في حاجات كتير. طيب خلونا بقى ايه نشيل، انا عايزة اشيل الماسك عشان نشوف موضوع الماسك ده هنعمل فيه ايه او هنعمله ازاي. اهو انا عندي اول ما بخلص البلند بيبقى الشكل بالمنظر ده، بيبقى كل واحد منهم لو انا قربت من الجنب لو انتوا شايفين كده كل واحد منهم كانه معمول له نسخه، وفعلا ده اللي بيحصل فعلا. هو تكنيكالي الالستريتور بيعمل كده، بيعمل من كل قطعه لونيه نسخه او مجموعه من النسخ المتكرره، وهنقول نتحكم في عددها ازاي دلوقتي، وبتفضل تشف 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 لغايه لما توصل للون اللي بعده، يمسك اللون اللي بعده يفضل يعمل له نفس عدد الـ النسخ المتكرره دي، يشف يشف لغايه ما يوصل للون اللي بعده. فهنلاقي هنا زي ما يكون ايه مشنشر شويه، يعني هتلاقوا الحته يعني نقرب كمان هتلاقوه يعني في حتت زي ما يكون ايه مشنشر شويه، معنى كده ان دي وحدات من لايرز كده متكرره ورا بعضها. اهي باينه، اهي باينه هنا يمكن قوي اكتر في الحته دي اهي اهي، شايفين باينه ازاي. انا في الاخر عايزه استفيد بشكل البلند دوت من غير اللعبكه دي كلها، فمحتاجه ان انا اشوف بس اللي انا عايزه اشوفه. فبعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها ماسك. الماسك دوت بيبقى عباره عن
حاجة بحطها فوق، وركزوا دايما بتبقى فوق، فوق الشيء اللي انا عايزة اشوفه، بتبين لي على قد ما هي شكلها كده، وكل اللي مش متغطي بالماسك ده مش بيتشاف. ففي الحالة دي انا عايزة اشوف شكل مربع اهو، عايزة اشوف شكل مربع زي الشكل ده، فبعمل ايه؟ بروح عايزة اشوفه شكله بالظبط، بروح عاملة كنترول اقف عليه وكنترول سي، وبعدين اروح رايحة في المكان ده واعمل كنترول اف. كنترول اف ليه؟ علشان بيست ان فرونت، يعني يحطوه لي فوق خالص. هتقولوا لي ده متحط باللون، ملكوش دعوة، اللون دلوقتي مش هيظهر خالص، خلاص هجيبه كده تمام. وبعدين هروح عامله سيلكت لكل الكلام ده، يعني سيلكت لمجموعة البلند وللماسك في نفس الوقت، خلاص عملت سيلكت على الاثنين. وبعدين هروح رايحة من اوبجكت وهنزل تحت خالص والاقي حاجة اسمها كليبينج ماسك واعمل ميك، خلاص. راح اعمل ايه؟ راح اخد المربع وراح بالظبط كأنه حط لي المربع فوق الجزء المعمول له بلند ده، وراح مقصقص من حواليه وراح رامي الطروف ومخلي اللي في النص بس. هتقولوا لي طب مش يمكن اتأثر باللون الجريدينت؟ هقول لكم لا، الجريدينت راح، بدليل ان انا لما هروح هنا وهفتح اللايرز وهفتح هنا اهو، شوفوا انتوا بقى ايه اللاير دي اصلا اسمها ايه؟ اللاير دي اسمها كليب جروب، يعني مجموعة. ليه عمل كليب؟ ما هو ده الماسك، الماسك بيعمل كليب بس مش بيقصه وبيرميه، هو بيخبيه بيختفي زي الماسك اللي في الفوتوشوب تمام. انت عامل ماسك الحاجات اللي بتبان بس هي اللي باينه من الماسك، زي بالظبط ما تكون مثلا في اوضه ضلمه وماسك تورش بتعمل دايره على الحيطه، انت شايف بس الدايره بتاع اللي هي على الحيطه والباقي كله ضلمه مش شايفه. ده بالظبط كده، هو وراك ما هو تحت المربع وبس تمام. طيب الغريب بقى من هنا، من حاجه يعني بيعملها، ان هو اول ما بيعمل الماسك ده بيخفي الفيل، ولو في ستروك كمان بياخد يدوبك المساحه بتاعت الشكل اللي انت عامله وبيخلي الشكل ده. يعني هنا لو بصيتوا هنا برضو، انا خلينا نكبر ال preview بتاع ال layers عشان نشوف، هنلاقي هنا اهو ان الكليبنج اوبجكت دوت بقى فاضي، يعني يا دوبك مربع فاضي، والكليبنج جروب اهي باينه حتى الايه الطروف بتاعتها. يبقى هو تخلص من الفيل وتخلص من الستروك لو في ستروك، وخلالك بس مساحه يقص بيها تمام. طيب اول ما بنشوف المنظر ده بنروح رافعين عينينا هنا، هنلاقي حاجة اسمها هنا كليب جروب، وبعدين نلاقي المنظر ده اللي هو حاجة اسمها edit clipping path و edit content. دول بيظهروا لي في حالة ان انا بكون واقفة على clipping group، يعني واقفة على مجموعة ماسك. يعني انا مثلا واقفة هنا مش بلاقي الكلام ده، انما لو واقفة هنا بلاقي يا اما edit clipping path يا اما edit clipping group edit content. خلاص يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيسمح لي ان انا من دول ان انا اعدل في الشكل اللي انا قصيت بيه او في الشكل اللي اتقص اصلا. طيب خلينا بقى نعدل على محتويات الكليبنج ده. دلوقتي انا اول ما بسلكت الكليبنج جروب بلاقي نفسي دي معمول لها يعني كانها مضغوطه خلاص، فباجي يعني هي المفروض ان هي دلوقتي اكتف، ان هي ايدن كليبنج بس اكتف، فاروح بقى ايه، انا عايزه الكليبنج بس دوت يتصغر مش الشكل يتصغر، يعني الحته اللي مقصوصه او الحته اللي بتقص تصغر، فهروح مثلا ساحبه كده ومصغره.
هو فاجئ ان الشكل كله صغر. ليه بقى؟ لان يعني دي مش اكتف، ده هي منظر كده. هي بتبقى اكتف لما انا بروح خارجه وعامله ضغط على اللي جنبها وراجعه لها تاني. دي معلش دي فعلا تقريبا بج او حاجه في الالستريتور، انا ما اعرفش ايه المشكله، بس هي فعلا هي كده. خلاص تيجي بقى انت هنا تصغر، ايه اللي حصل؟ ما صغرتش الشكل كله، صغرت الحته اللي انت بتقص بيها، فشفت بس حته من الجريدينت اهو. او كذلك لو كبرنا، نفضل نكبر لغايه لما نبدا نشوف الايه الطروف اللي احنا قصيناها اصلا. خلاص طيب هنصغر كده اهو، ماشي اوكي. طيب احنا بقى عايزين نعدل في المحتوى نفسه، ممكن نقف هنا فبيظهر لي كل التفاصيل بتاعت البلند اللي احنا عملناه من الاول. فيبقى عندنا برضو امكانيه لو انا خدت عملت كليك على حرف الاي وخدت الوايت ارو، هبدا برضو اقدر يبقى ليا تحكم في الحاجات دي واقدر اغير فيها اهو مثلا كده اهو. كل دوت اقف هنا مثلا وايه واغير، انزل دي لتحت شويه عشان ازود اللون الاخضر مثلا، او دي مثلا ايه اجيبها كده مثلا او كده. كل دوت انا بغير فيه الكليبنج اوبجكت نفسه. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ازاي نعمل بلند ما بين الوان وفي الاخر نحطها في الشكل اللي احنا عايزينه. خلاص يعني ممكن مثلا ايه اعمل الشكل ده بدل ما الماسك بتاعي عباره عن مربع، هروح هنا واروح شايله الماسك ده، هروح لغياه كده اهو، هعمل مثلا ايه نجمه. اهي خلاص، وهتبقى دي الكليبنج اوبجكت بتاعي. هعمل الماسك على فكره الشورت كات بتاعه كنترول اف 7 البكسله. انت قصدك الحدود دي؟ لا الحدود دي على فكره مش بتبقى باينه في البرنت، ولا بتبقى باينه وانت بتطلعها جي بي جي، مش هتبقى باينه خالص. حتى على فكره ايه بقى، حتى الخطوط اللي ساعات انت بتعمل جريدينت بتلاقيها فيها مخططه كده، الخطوط دي ما بتبانش في البرنت. خلاص البرنت ما بيبينش لا خطوط ولا الجاجي ايدجز ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. طيب خلونا بقى ايه ندخل في حاجه تانية. هنعمل هنا كنترول زيرو، وهنعمل بقى ايه اقول لكم استخدام تاني للبلند، استخدام تحفه برضه. هنعمل ارت بورد تانية، نعملها كده اهو عشان تبقى ايه، نعمل واحدة كمان عشان ايه ممكن نحتاج برضو واحدة تانية كمان شوية، بدل ما كل شوية نعمل واحدة جديدة اهو. خلاص طيب دلوقتي ساعات مثلا بنيجي نرسم بنرسم خط كده بالبن تول مثلا، ونرسم مثلا خط تاني، هنعمل V عشان نقطعه ونبدأ واحد غيره، ونعمل P عشان نجيب البن تول تاني، ونعمل مثلا خط كده. خلاص انا عايزة الاتنين دول هديهم مثلا لون ازرق، وهتخنهم شوية خليهم اتنين، وعايزة اخليهم فوق بعض، انا مرضتش اعملهم من بعض، انا مش عايزاهم شكل واحد، عايزاهم يبقوا خطين منفصلين، بس عايزة اخليهم من ماسكين في بعض من البوز بس من غير ما يكونوا متصلين. فانا همسك انا عايزة اخفي الاول هعمل هايد باوندينج بوكس ده عشان ما يلبخنيش، وبعدين همسك من الانكر بوينت واروح هنا عشان اعرف انها حصل لها سنابينج، بلاقي الخط بعد ما كان اسود وانا شايلاه بتتحرك اللي هي بيض، معنى كده ان حصل سنابينج ما بين الانكر بوينت بتاع ده والانكر بوينت بتاع ده. ساعات بحتاج ان انا ارسم خطوط يعني مايله
ومتدرجة من التقوس ده بالطول ده للتقوس ده بالطول ده. فهقعد بقى ارسمهم واحدة واطول وواحدة والف وواحدة والف والكلام ده؟ لا، في طريقة سهلة جدا وبرضه باستخدام البلند، اللي هي ايه؟ ان انا بعمل سيلكت على الاثنين، هم اوريدي سيلكت اهم، وبعدين بقوم قايله برضو اوبجكت وبلند، او بستخدم الشورت كات اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي كنترول والت وبي. بلاقيه عمل لي خط واحد في النص ما بينهم، يعني ما بين طول ده وطول ده وما بين ميل ده وميل ده. طب انا عايزه خطوط كتير، انا عايزه الخط ده ما يبقاش كتير. في الحاله دي بعمل ايه بقى؟ احنا مش قلنا هنستخدم التول في التعديل؟ هنا بقى جه وقتها بروح عامله كليك عليه، مش كليك يعني دبل كليك عليه، خلاص بتطلع لي الاوبشنز بتاعتها. الاوبشنز دي هنتعامل فيها في حاجات كتيره دلوقتي. عندي حاجه اسمها سبيسنج. سبيسنج هو بيتعامل على اساس ان انت هتعمل تسيح لون على لون، فبيقول لك سموث كلر. لا، انا ما عنديش لون اصلا، انا عايزه يعني اعمل خطوط ما بين الخط الاولاني والخط التاني في التدرج اللي ما بينهم الاتنين. فبعمل ايه؟ بعمل بفتح هنا وبختار حاجه اسمها سبيسنج ستيبس. هيطلع لي خانه فيها ارقام، فيها رقم واحد، وده واضح جدا ان انا عندي واحد بس. فهعمل بريفيو علشان اشوف انا هعمل ايه وابدا ازود. شايفين؟ كل ما بزود كل لما بيكتر لي الخطوط، بيفضل يكررها لي. بيعمل ايه؟ بيكرر وبيدرج ما بين التقوس والطول. ده اللي بيحصل ده يعني صعب جدا ومحتاج حسابات رهيبة جدا لو هعمله يدوي. فالطريقة دي فعلا بتخليني اعمل اللي انا عايزاه بطريقة سهلة جدا. وبعدين بقول له اوكي خلاص، الخطوط دي برضو قابلة لانها تتغير تاني. وبعد كده انا بتعامل معاه، هعمل كليك على الفي وبتعامل معاه على انه اوبجكت واحد بيتحرك مع بعضه اهو. تمام، شايفين؟ ده اوبجكت واحد بيتحرك مع بعضه. طب فرضا ان انا عملت كده، يعني غيرت حاجه في واحده من النقطتين الاصليين، هيتغير معايا الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي. هعمل كليك على A عشان اجيب الدايركت سيلكشن تول، وهاخد ده واروح ايه عاملاه كده اهو، من نفسه راح شادد على طول الباقيين ومغير اتجاههم معايا اهو، هجيبهم كده مثلا. طبعا الدنيا كده اتلخبطت شويه لان انا شديت في اتجاه زياده فلبخته. لو رجعت تاني اهو هيرجع لي بالشكل الايه المظبوط. لو فردت كده هيفرد معايا برضو دي، لو انا غيرت او لو انا حتى لعبت في اتجاه الهاندل اهو مثلا كده. خلاص، يبقى دي برضو من الاستخدامات الهايلة جدا جدا في البلند. بس دي بقى محتاجة حرص شوية، لان في حاجة ممكن اعملها خطأ. يعني في ناس فعلا بتجرب تعمل وتقول ده جالي حاجات غلط خالص، ما جاليش الكلام ده. اقول لكم بقى، اديكم انا اكزامبل دلوقتي، يعني لو حد عمله مش هيطلع له البلند ده خالص. خلينا بقى نجيب الشكل ده كده على جنب مثلا، وخلينا نبدأه من تاني. شوف هنعمل ايه. هعمل برضو خط كده اوكي، وهعمل كليك على ال في، وبعدين كليك على البي، وبعدين هعمل خط كده تمام، وبعدين برضو هروح ماسكه ال ده، وهروح جايباه هنا اهو كده لغايه لما الاقي النقطه ابيضت، وبعدين همسكهم الاثنين واعمل كنترول الت بي. حاجه ملهاش اي علاقه باللي انا عايزاه نهائي. مين بقى خد باله انا عملت ايه مختلف خلى النتيجه كده؟ الفرق ان انا في دي عملت البين تول، بدات النقطه دي وحطيت هنا، دي الستارت ودي الاند. وبعدين عملت النقطة من هنا، دي الستارت ودي الاند، ووصلت او يعني جبت النقطتين دول على بعض، الستارت مع الستارت، وعمل لي البلند
يعني البليند لو تفتكروا في الاول، انا البليند تول بناخد نقطه من هنا لنقطه من هنا، وبيشتغل من الاوبجكت منيو، بيشتغل بنفس الطريقه، فلقى ان دي اند ولقى ان دي اند، فراح اشتغل مظبوط. انما هنا انا ما عملتش كده، انا هنا عملت ايه؟ بدات ده من هنا لهنا، وده بداته من تحت لفوق، فبقت هنا نقطه بدايه وبتاعت ده هنا نقطه نهايه، فتلخبط لقى ان دي اند بوينت ودي ستارت بوينت، فلخبطت له الدنيا. شفتوا فرق دقيق قد كده ممكن يبوظ لي الدنيا ازاي؟ يبقى انا لازم علشان البلند في حاله النقط، في حاله ان انا بعمل خطوط يطلع مظبوط، يبقى انا لازم ابوصل الخطين اللي ما بين بعض في نفس الاتجاه، الاند بوينت بتاع ده هنا والستارت هنا، يبقى اللي بوصل ما بينه الاند بوينت في نفس الاتجاه والستارت بوينت في نفس الاتجاه، لما اجي اعمل بلند ما بينهم الدنيا تمشي زي الفل وما يحصلش اي مشاكل خالص. مهمه الحته دي عشان الغلطه دي بتحصل، ويفضل الواحد يلف حوالين نفسه ويبقى مش عارف ايه المشكله، ويجيبها من هنا ويحاول ويبداها من الاول واندو ومفيش فايده. طيب دي خطوط من متوصله من نقطه واحده، طب احنا ممكن نعمل خطين مش متوصلين بنقطه واحده، نعمل ايه؟ هنعمل دي كده مثلا، وهنعمل برضو دي كده خلاص، وبعدين هنروح شوف الاثنين بعاد عن بعض اهم، الاثنين بعاد عن بعض، هنروح عاملين سيلكت ليهم هما الاثنين، وبعدين كنترول الت بي راح عمل لي كده، اعمل سيلكت وبعدين هنا، وبعدين هروح عامله بريفيو وهنا، وازود زي ما احنا شايفين بتبدا تزيد الخطوط اهو، شايفين الخطوط بتزيد معايا ازاي؟ خلاص جميل جدا. طيب فرضا بقى، يعني انا طماعه بقى، انا مش عايزه الخطوط تبقى كده، انا عايزاها تبقى ماشية صحيح من هنا لهنا، بس تبقى في تقوس كده، في تقوس ماشي كده اهو معايا. اعمل التقوس ده منين؟ فاكرين الخط اللي انا وريته لكم في الجريدينت الاولاني؟ هو دوت المتحكم في الخطوط. طب ما تيجوا نفتح كده بقى ايه اللايرز ونشوف الخط بتاعنا ده فين. اهو ادي الايه، ادي البلند، المجموعه بتاعت البلند، مفيش خط، ما لقيت لهاش خط الصراحه، يعني انا فتحت ما لقيت الخط الاولاني والخط الثاني، وما لقيتش اي خط واصل ما بينهم علشان اقدر اتحكم في الكلام ده. هو ينفع الكلام ده؟ اه ينفع. الاستريتور لقاها الموضوع ستريت لاين والمسافه مش كبيره فما عملوش خط، عادي ممكن ما يعملوش خط. طب هل فيها حل؟ اه طبعا فيها حل. ايه الحل؟ ان انا اللي اعمل لها الخط. اعمل لها الخط ازاي؟ اقول لكم اعمل لها الخط ازاي. اول حاجه ان انا لازم اطلع بره الجروب دي، ما اكونش واقفه جوه الجروب بتاعت البلند، خلاص؟ هي يعني البلند مكتوب اهو، بيحصل بلند بيتكتب لي ان دي جروب بلند، تمام؟ طيب انا بره، واقفه بره خالص بره الجروب بتاعت البلند، وهروح رسمه مع نفسي كده، هروح رسمه خط بالبن تول، خط مثلا كده وكده اهو، خط مقوس كده خلاص. وبعدين هروح ماسكه الخط ده اهو، اهو الخط اهو، واروح شداه ومدخلاه جوه الجروب بتاعت البلند. شايفين ايه اللي حصل؟ من نفسه فهم ان الخط ده هيبقى الخط بتاع التقوس بتاع البلند، راح شايل الستروك ومخليه من غير ستروك وراح ماشي عليه، تمام؟ راح ماشي على الخط، عندي قدرة ان انا اتحكم فيه برضو، هقف عليه برضو بال وايت ارو وابدأ اغير مثلا التقوس ده اهو، شايفين؟ اخليه كده اهو، تمام؟ لا وفي حاجة كمان بقى، ده انا الخط ده بيخليني اتحكم في السبيسنج اللي ما بين كل واحدة والتانية، اذا كان زي بعضه ولا متغير. بمعنى
انا دلوقتي هقف على النقطة دي وهعمل لها كده علشان خليتها كده، يعني خليت له خط مستقيم خلاص. طيب دلوقتي الخط وهو مستقيم كده، انا عايزة كمان اقلل لكم السبيسنج شوية عشان يمكن الموضوع يبقى اوضح شوية. هخلي الستبس هخليها مثلا ايه، خليها 20 كفاية عشان تشوفوا الايه الموضوع بوضوح اللي انا عايزة اشرحه لكم دلوقتي. اوكي، هما دلوقتي 20 خط، وما بين خط كل خط والتاني مسافة متساوية مع الباقيين. طب فرضا انا عايزة اخلي المسافة متغيرة، يعني بتقصر تقصر تقصر المسافة كده، بتصغر بتبدأ كبيرة وتصغر تصغر تصغر ما بين كل خط والتاني، بتتعمل ازاي دي؟ بتتعمل بالهاندل، الهاندلز بتاعت الخط ده. همسك هنا الكونفرت واروح عامله كليك عليها، سوري انا ضغطت في الهواء، كليك عليها واروح شد، خلاص بشد كده اهو. كل لما اطول انا خلاص بقى ايه دلوقتي عايزه الوايت ارو دلوقتي خلاص اهي، كل لما اشد واطول بيروح موسع لي المسافه ما بين دول ومضيق لي ما بين اللي بعيد. لو قصرت المسافات ايه هتقرب. طب لو عملت واحده هنا اهو، امسك برضو بالكونفرت اهو واخلي ليها هاندلز اهو، شايفين كده؟ اهو لو انا هيبقى طويل من عندي فهيبقى واسع من هنا وضيق من هناك، يعني انا لو قصرت ده شويه اهو هيبقى واسع من هنا وضيق من هنا. نقصر شوية كمان اهو، طولت من هنا هيبدأ يوسع لي كمان المسافة اكتر اهو. كل ما ده بتوسع دي وبتضيق دي، انا مش بتكلم على الكيرف، انا مش بتكلم على الكيرف دلوقتي، انا بتكلم الكيرف طبعا ممكن نتحكم فيه طبعا، يعني بما ان احنا نميل دي كده اهو اهو بنتحكم فيه، انا بتكلم على المسافات البينيه ما بين كل خط والتاني. كل ما اطول الهاندل من ناحيه كل ما بيخلي المسافه البينيه تبقى كبيره من هنا وتفضل تصغر 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 لغايه الناحيه التانيه. الهاندل دي هقصرها اهي، هتبقى الخطوط من هنا قريبه وتبدا توسع توسع لغايه هناك. فمش بس في اختيار بيتحط لو انا عايزه مسافه محدده، انا بتكلم دلوقتي عن التحكم اليدوي. عايزه مسافه محدده قوي، يا سلام، هنروح برضو هنا وهقول له عايز الايه الديستنس تتحدد اهو، اخليها مثلا اهو انا كده بحدد المسافه. بس خد بالك انا كده بحدد المسافه اللي انا بادئه بيها، لان انا هنا متحكمه برضو عامله له القانون بتاع ان الهندل الطويله تبقى واسعه والهندل القصيره تبقى المسافه ضيقه، فهو كده مطبق لي بقدر المسموح له. انما انا بقى لو شلت الهندلز خالص، عملت اوكي هنا اهو وشلت الهندلز دول، اخليها اخليها كده اهو واخلي دي كده اهو، خلاص كده المسافات اتحددت لي. يبقى احنا كده عملنا بلند ما بين الوان وعملنا بلند ما بين خطوط. طيب ممكن نعمل بلند ما بين ايه تاني؟ ممكن نعمل بلند ما بين اوباسيتي، يعني حاجه تكون لون معتم يعني اوباسيتي بتاعته 100% وحاجه تانيه تكون الاوباسيتي بتاعتها 0%، ويتدرج لي ما بين الاثنين الاوباسيتي دول. طب تعالوا نجرب، هنطلع بقى هنا على خلونا ايه نشتغل على دي، نشيل بقى عايز اشتغل عليها هي نفسها، فانا هشيل الماسك ده، هشيل النجمه تمام، وهرجع اشتغل على على المنظر ده خلاص. ممكن اعمل له يعني اعمل له ريكتانجل عشان بس يبقى الدنيا شكلها انضف شويه كده مثلا تمام، واخد بقى ايه الشله دي كلها واعمل
ماسك تمام خلاص. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل على المنظر ده مثلا حاجة زي ايه؟ حاجة زي الشمس مثلا. هناخد دايرة، دايرة كده اهو بالشفت، والدايرة دي هنديها لون اورنج كده مزهزه وجميل، الاورنج ده مثلا خلاص. وبعدين هنعمل حوالين الدايرة الريز بتاعتها اللي هي عامل زي الستارز دي، فهناخد ستار وهنبدأ من السنتر ده هنعمل كده مثلا كده اهو. اوكي وممكن نخليهم كده مثلا ونقصر شوية الايه الدراعات بتاعتنا تمام. وبعدين هنخلي الستار دي بنفس اللون بس الاوباسيتي بتاعتها هنخليها زيرو خلاص. وبعدين هنروح ماسكين الدايرة، وانا عايزة ابعد دي بس لورا شوية كده والستار، مسكت الاثنين اهو. وبعدين برضو اعمل البلند كنترول بي، طلع لي منظر شكله عجيب قوي برضو. الشكل من هنا غامق ومن هنا فاتح، بس يعني مش بيشف على الاخر، يعني شكله بصراحة مش زي ما كنت متوقعة خالص. في هنا حاجة صغيرة، خطوة سنة صغيرة كده لازم ازودها علشان تديني التأثير. ايه الخطوة دي؟ خلي دوت الايه اللوباسيتي بتاعتها زيرو، وبعدين هناخد دي هنا ونجيبهم مع بعض، وبعدين نعمل البلند خلاص. وصلنا لغاية كده. وبعدين هنروح فاتحين بالشفت كده نشيل السليكشن بتاع الدايرة، وبعدين هنا هنروح اهو خلاص كده. لازم يبقى فيه اختلاف ولو يعني درجة صغيرة ما بين اللونين، رغم ان دوت شفاف خالص. فبغير، مجرد ما بغير درجة الستار التانية بتديني تأثير البلند ده. خلونا نشوف بقى المنظر ده كده تمام، وكنترول شيفت عشان نسلكت كل حاجة، وهنلاقي المنظر بتاعنا عمل بلند بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بيشف على اطراف النجمة ومن جوه اللون الاوبيك او المعتم بتاع الدايرة زي ما هو خلاص. يبقى دي حاجة تانية. ممكن نعمل منها برضو حاجة زي الايه زي الري، زي كده شعاع مثلا. بنعمل ايه بقى؟ لو هنعمل شعاع مثلا هنروح عاملين حاجة زي دايرة كده هنا، دايرة في النص كده، وهنعمل دايرة تانية هنا صغنطوطة خالص، دايرة صغيرة خالص. وبعدين الدايرة الصغيرة دي برضو هديها opacity zero خلاص. وبعدين هسلكت الدايرة اللي في النص دي تمام، وبعدين هعمل كنترول الت بي ما بينهم، اداني مجموعة من الكور بتصغر 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 لغاية لما تبقى قد الكورة الصغيرة. بس انا مش عايزة الشكل يبقى منظر كده، مش عايزة كور، عايزة يبقى خط. طيب الخط دوت هعمله ازاي؟ بان انا هغير برضو في الديستانس، هخلي الديستانس تبقى صغيرة قوي، اعمل بريفيو خلي الديستنس تصغر اهو. الديستنس لما بقت 1 مللي بقى الخط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو هعمل كنترول شيفت اي اهو الخط بقى
بيشف لغاية لما راح واختفى مني، تمام؟ يبقى دي حاجة كمان ممكن أعمل بينها بلند، أوكي؟ يبقى إحنا ممكن نعمل بلند ما بين ألوان، ما بين خطوط، ما بين شفافيات مختلفة، خلاص؟ حسب طبعا التأثير اللي أنا عايزه. طيب الخط ده قلنا الخط ده مثلا احنا شايفينه برضو مستقيم، وانا عايزاه مموج برضو بنفس الطريقة، يعني هعمل نفس الطريقة اللي انا عملتها من شوية، ان انا هروح ماسكة الكونفرت دي واروح عاملة كده، اهو زي ما احنا شايفين بقى بالشكل ده. اي سؤال؟ انا لمحت حد بيقول لي ايه مش عارفة نعمل كونفرت ما بين شكلين مختلفين، ونشوف هيحصل ايه، نشوف هيحصل ايه، ليه لا؟ اهو ادي شكل، خلينا بقى ايه ندي مثلا ندي لون احمر مثلا، والشكل التاني كان هنا اهو، انا همشي بالراحة كده لغاية اما اخبط في الباص بتاعه اهو. هديله لون ازرق، همسكهم الاثنين كده، همسكهم الاثنين وهعمل كنترول الت بي اهو، ده اللي حصل. ممكن كمان بقى ايه، ممكن اروح بقى في الاوبجكت هنا والبلند، هلاقي عندي حاجة اسمها ريفيرس سباين. السباين ده هو الخط اللي انا بقول لكم عليه، ده الخط اللي هو الوصل ده اللي احنا قعدنا نلعب فيه شوية اسمه سباين، خلاص. اما بعمل ريفيرس سباين بيجيب لي الشكل اللي فوق تحت والشكل اللي تحت فوق، او يعني بيغير لي اتجاهات الاشكال. طيب ممكن ممكن ايه تاني برضو، خلينا ايه نظبط فيه كده اهو، شايفين؟ يعني اللعب بقى بالبلند دي ملوش اخر، ويعني اطلق لخيالك العنان، هتخليك تعمل حاجات يعني ما خطرتلكش في بال خالص.